استاذ نروح تعقيب حضرتك على قرار حل النقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنرحب بقرار مجلس الدوله بحل مجلس النقابه كحكم يطابق او ان هو بيحقق حكم المحكمه الدستوريه فيما يتعلق بالقانون 100. لكن انا لدي تعليق بسيط جدا، وهو ما يتعلق بايه المؤامه والمناخ والوقت للتنفيذ. انتخابات نقابه المحامين عايز عدد كبير جدا من القضاه، وعايز حراسات وتامينات، والوقت زي ما الناس كلها شاهدت والشعب المصري قبل المحامين شايف ان في حاله انفلات امني، في حاله اضطراب، القضاه مشغولين، داخلين على انتخابات برلمانيه في شهر 9. كيف نتحقق ان يبقى في انتخابات برلمانيه وانتخابات نقابه محامين ويتحقق امن ووجود قوات امنيه وجود ده القرار يشمل النقابات الفرعيه؟ هيتحقق تنفيذ هذا القرار ازاي؟ يعني نسال الله تبارك وتعالى ان ربنا يقضي الخير. يعني انا مع الحل لازاله عناصر الحزب الوطني الفاسده في مجلس النقابه اللي سببوا مفاسد واشكاليات خطيره جدا في مجلس النقابه، واللي دخلهم احمد عز بالتزوير وعلى راسهم عمر هريدي ومن على شاكلته. فيعني القرار حل، يعني احنا مرحبين به لازاله تلك الاشكال، ونسال الله تبارك ان ربنا يقدر انتخابات جديده نزيهه تاتي مجلس يمثل المحامين ويمثل وجه المحامين المشرف، ويقول له صوت قوي واضح ضد فساد صادر من نقابة المحامين قلعة الحريات، ويحقق أمال المحامين في خدمات نقابية ممتازة. القرار حدد موعد الانتخابات القادمة ولا لا؟ لا، ده بيتركها لمحكمة الاستئناف اللي بتحدد.